بحال هذا بحال هذا بحال هذا بحال هذا بحال هذا حنا دابا مدرسه مدرسه ما فيهاش هذا كيلعب مزيان هذا ما كيلعبش مزيان ما رضي عليكم اسمعني مزيان عطيت صاحبي ونبان ما تشمش على الله برك راه وريت لكم داك النهار كيفاش كتدرسوا في الديره حنا دابا كنتعلموا كيفاش كتدرسوا في الديره راه ملي تفوت هاد المرحله هادي راه مقطع هذا يوريك فين توقف ولا فين سميتو غايقول لك انت ما مفهومش سميتي علي الحسوني والفرقة ديالي كتعجبني وسميتي اتحاد وكيلعبوا فيها الدراري زوينين كيدربونا مزيان واحسن لعاب عندي هو بونو ديال ان غارديان بونو هو احسن لعاب بغيتي تقول بونو بغيت نقول لي بحالو بغيت نقول لي كيعجبني بونو السلام عليكم سميتي مروان اوبلا عقا في القسم الثامن الاعدادي كنلعب بوسطاي مليو كنتريني يومين السبت والحد كي داير انا التدريب في مستوى زعما التدريب زوينين كنتريني مزيان كنشطو انا سميتني ياسر المدرسة عجبتني بزاف كاينين بزاف ديال الدراري مزيانين زعما صاحبي كاين مروان كاين ياسين ولكن عندنا الدراري نخدمو شوية ونتقدمو نحاول نديرو شي مسائل زوينين ان شاء الله هكا دابا في الهجوم احسن لعب كاين ولد خالتي ياسين عطاه الله كلشي كاين قدوه هو بغيتي تكون بحال بنزيما الله يوفقنا وصافي بسم الله الرحمن الرحيم معك رشيد بكزال مدير مدرسه اتحاد التكوين لكره القدم المدرسه تاسست 2021 تاسيس ديال المدرسه الهدف ديالنا في المدرسه هو تكوين الاطفال يعني الاطفال الصغار باش يعرفوا الابجديات ديال كره القدم اشنا هي كره القدم كيفاش كتلعب كره القدم يعني كل ما يتعلق بالتكوين في التكوين ديال يعني التكوين على الصعيد يعني البسيكولوجي التكوين على الصعيد ديال التطوير يعني الكفاءات ديال اللعابه ويعني كل ما يتعلق بكره القدم والهدف ديالنا هو باش نصعدوا واحد الجيل اللي كي يلعب كره القدم يعني على مستوى الحمد لله احنا الان يعني في صدد ديال البدايه ديال التكوين كما كتشوف يعني الحمد لله كاين يعني اقبال على المدرسه بحكم التواجد ديال يعني الناس اكفاء في المكتب وفي المدرسه وكذلك يعني عبد ربي يعني مؤطر او مربي في المدرسه انا اللي كنصار على التكوين ديال الاطفال وان شاء الله نتمنى وان شاء الله الخير القدام ان شاء الله ويعني كاين كفاءات
كاين كفاءات عاليه وكاين يعني الدراري عندهم يعني عندهم مواهب صغير تسقل وخصها الاتباع يعني المؤطر الا كان المؤطر في المستوى يعني المؤطر خص يتصف يعني بواحد الصفه ديال انه يكون مربي اول شيء لان هاد الوليدات هادو صفحه بيضاء يعني الانسان خص ياخذ بيديهم ويعطيهم الخاطر وشويه ديال الصبر لان التكوين هذا راه صعيب يعني راه هو كل شيء الكره القاعديه عامه راه واحد القانون المنظم اللي كاين ديال الكره القاعديه اللي كتعمل به جميع المدارس في العالميه يعني تأطير واحد ونظام واحد وان شاء الله نتمنى ان شاء الله يعني المزيد ديال مزيد ان شاء الله ديال التوافد ديال الاطفال على المدرسه يعني الان عندي تقريبا ما بين 70 ما بين 70 70 يعني تلميذ يعني 70 طفل في المدرسه ان شاء الله هذا العام ان شاء الله راه درنا يعني درنا يد في اليد ودرنا ان شاء الله باش تمشي المدرسه للقدام ان شاء الله وكما كتشوف الحمد لله راه كاع الناس ديال المكتب راه كيتواجدوا في سميتو متبعين يعني على كتب سمي المدرسه والحمد لله كما قلت انني يعني كنصر على المدرسه واهم شيء هو التربيه الدري هذا يتربى ويعرف الابجد ديال كره القدم حنا الان يعني ما بغيناش ما كنعلموهم الابجد ديال كره القدم يعني ماشي ابطال هاد التلاميذ هادو خاص واحد ياخذ بيديهم خاص يعلمهم يعني الابجد ديال كره القدم بما فيها التقنيات ديال لعب كره القدم كيفاش كنوقف التيران وبالنسبه للفئه الصغرى هو الهدف ديالهم هو استمتاع بكره القدم كما كيقولوا لو بليزير ديالهم هو يلعب كره القدم وشويه بشويه يعني كاين الاي 13 وكاين الاي 11 وكاين الاي 10 يعني وكاين الاي 9 المهم يعني فئات العمريه كلها كاينه في المدرسه ونتمنوا الخير القدام ان شاء الله حنا راه اشاره للجميع ومرحبا بالجميع اللي بغى يجي للمدرسه ديال الاتحاد التكوين يعني كتنادي الجميع مرحبا بالجميع وان شاء الله نتمنى من الله عز وجل نكونوا على حسن الظن ديال جميع الناس الحمد لله دايرين فينا الثقه وهادشي اللي كنتمناو ان شاء الله. انا سميتي ياسين في عمري 10 سنين انا كنت لاعب ولكن اخترت نكون غارديان. المدرسه كبير تيران كبير المدرسه عجبتني كلشي هادشي عجبني. السلام عليكم اسمي يوسف بن الفقي عمري 11 عاما أحب كرة القدم لأنها هوايتي المفضلة. هجوم ستي اسم أحسن لعاب ميسي. كيف يوم التدريب في المدرسة؟ زوينة صراحة عجبتني وكنشكر جميع الأساتذة. أحمد الرميد سميتو أحمد الرميد أو النادي ديالي هو أولمبيك تيرا والحلم ديالي هو نكون بحال رونالدو. واش الهجوم ولا الكور؟ كنلعب بهجوم. أبو الفجاج الحسين عضو داخل جمعية اتحاد الرياضي التكوين. بالنسبة للجمعية تمزي المصاريف والكيل العماد خصك فالنس لا النتائج ولا غمس المسائل بخير الحمد لله. بالنسبة للمدرسة حتى انت من أجود اللاعبين الصغار ولا الفتيان ولا كل اللاعبين فولكين زعما يات المدرسه وتمزيات يات غراس فولكين غاس كواسه الحمد لله بي وخا انت ميك المشاكل اللي انغلاد يلاه يختينا ربي السيمانه هذه القدام ركز انت نحسن باش انت نحل لان غنوش كتنزرغ الزيال المنظور رنتيني كانت المشاكل مزين يسدين ولكن غسيس انك شمرنت كانت المشاكل مقر ما تندي كان بين تليات الجمعيه الرياضيه وراه تحترم توقيت لانتريمون التوقيت اللي درتي الحصه اللي درتي لان ورثت تحترم. بالنسبه لتني درت ساعه ونص الحصات اللي دار كوني ساعه ونص دائما راه خطاوين نص ساعه غير ما ساكتين التدريب
راه اختي التاوين كوني كاعضاء المكتب راه التاوين حتى كنا نتقاتل فما ساكتين اللاعبين هاد الحصه نسنو نضيع لان هاد المسؤوليه نكون خصها الحصه نسن غير اللي دارتني الزمن الرياضي خصها تحقق. راس نتمنى التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم كل شيء ما ينخرط داخل الجمعيه اتحاد تيكيوين. اختي نهار بيك اللي ساكنين غما ساكتين الحل المشكله ديال الليله انا نطلب غما ساكتين المسؤولين داخل المجلس البلدي ولا حتى بالنسبه للجامعه بالنسبه للزمان المدرسه راه يسعون بان يفكوا مكرسات لان مكرسات غير يفكوا يقدر اي سبب حتى اركي غير اركي يغسلوا لنا الحصات الرياضيه الجمعيات ككل داخل الملعب لان نكون غير اللي في لا غير نبلغ المسؤولين سما ساكتين المشكلات نسول نكشم زوار سما ساكتين المسائل الحبيه ما بين الجمعيات اللي تخلق المشاكل لما غادي زعما المهم نورثها انا تسكن كرا الحل وانما غير تنشكم المسطره اللي كان قانونيه باش نطلب المسؤولين باش هذا عاون غوفسي ومكرسه. السلام عليكم، اسمي ريان ابو احمد، عمري 12 عام، اقرا في السادس ابتدائي. بالنسبه لهويتي كره القدم المفضله، انا اشكر جمعيه اتحاد تيكيوين واشكر كل المدربين الخاصين بجمعيه اتحاد تيكيوين. هجوم كريستيانو رونالدو. السلام عليكم، اسمي سعيد علي، اقرا في الخامس، عمري 10 سنوات، واشكر الجمعيه واشكر كل شيء المدربين، واريد ان اكون كريستيانو رونالدو في المستقبل. اسمي ياسين بومليك، اقرأ في المستوى الاول، هواياتي الكرة القدم، احب اللاعب ميسي.